كنتش اتمنى ان الحال بينا توصل للدرجه دي. هو انا يا عمي اللي كنت رحت اشتكيت ورفعت قضايا؟ اعمل لك ايه؟ ما انت رافضه تديني حقي. وهو حقك انك تورث بالعافيه؟ لا 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 مش بالعافيه يا بنت اخويا، وانت عارفه كده كويس. اخويا الله يرحمه لو كان عاوز يكتب لك حاجه قبل ما يموت كان قال. طب اعمل لك ايه بقى انه ما قالكش؟ ترجع عن اللي في دماغك قبل الفاس ما تقع في الراس، وتاريخ الخبير يقول ان الامضه مزوره، وانا ما يخلصنيش ابدا ان بنت اخويا حبيبتي تتحبس. لكن يخلصك انك تشوشر عليها وتبعت انذارات ومحامي رايح ومحامي جاي. ها؟ هو مش غلط يا حبيبتي ان الواحد يدور على حقه. وبعدين ده امر ربنا. افتح المصحف هتعرفي ان انا ليا تلت الميراث اللي سابه اخويا طالما ما عندوش ولد. ولا انت بتعترض على امر ربنا؟ استغفر الله العظيم، لا طبعا مش معترضه. بس الكلام ده لو ما كانش بابا الله يرحمه كتب لي كل الميراث باسمي. انا بقى متاكد انه ما عملش كده. مش عارف اعمل لحضرتك ايه عشان تصدقني. اقول لك ما تخطف رجلك كده وتروح تساله. اروح؟ لا ده انت فعلا مؤدبه ومتربيه على الاخر. ماشي ماشي يا بنت اخويا، الظاهر ان مفيش فايده معاكي. عموما انا عملت اللي عليا وجيت لك لحد عندك، قلت يعني يمكن تلم الدور وتلحقي نفسك. انما واضح ان تربيه امك الله يرحمها مقصره فيكي قوي 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 قوي، ما انت عشت معاها العمر كله. هتاخدي طبعنا احنا ولا طبعها هي؟ ماشي يا بنت اخويا على اذنك. تليفوني معاك مش كده؟ طبعا يا سعاده الباشا. طب بقول لك ايه؟ امسك امسك دي. خيرك بغرقنا يا باشا. عم امسك ما تعمليش فيها داي يا عمار. ربنا يخليك يا باشا. انا مستني تليفونك. ها؟ قول لي الجرس سواء ده اخباره ايه؟ هو سايق فيها شويه لكن هيجي هيجي، كلنا خدامين القرش يا جناب الباشا. يا عيني عليك فيلسوف، طبعا كلنا خدامين القرش. مستني تليفونك زي ما قلت لك. تحت امرك يا باشا، نورتنا يا جناب الباشا. سلام. الف سلامة، سلامة يا سعادة الباشا. الف الف سلامة. الف سلامة يا باشا. ألف سلامة، سلامة يا باشا. بدري يا هاني، الدكتور عايز يمشي بقاله ساعتين وانا سايب محاضراتي وجاي لك قاعد لك هنا من الصبح. وانا جايه في الميعاد اللي قال لي عليه الدكتور بالظبط.